السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نتحدث عن الأعشاب الطبية المتميزة جدا. نتحدث اليوم عن عشب العرقسوس. والعرقسوس أو جذور السوس، يحتوي العرقسوس على مركبات هرمونية استروجينية زائد مواد سكرية وأملاح معدنية من أهمها البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفات. والعرقسوس يحتوي كذلك على زيت طيار، وهو مدر للبول وللإدرينالين ومدر للكورتيزون. ومعروف أن الكورتيزون يمنع الآلام ويعالج معظم الأمراض. وبذلك فإن العرقسوس يعالج الالتهابات بشكل عام والمفاصل بشكل خاص. العرقسوس يعالج القرحة وارتجاع المريء والضغط المنخفض. والعرقسوس يعالج الإمساك وعسر الهضم، منقي للدم، مقوي عام. وهناك محلات خاصة لبيع العرقسوس، ويمكن عمل العرقسوس خاصة في المنزل بطرق خاصة يعني نظيفة. ولأن العرقسوس يمنع العطش، فإن أغلبنا يحرص على تناول أو شرب العرقسوس في شهر رمضان. وشكراً.